مراد كي نحكيوا عليه هكا نحبوه الرئيس بالحق حتى مع بوريه. خليني نسمع مراد الزغيدي، ما عادش عندي برشا وقت. مراد الزغيدي قبيله قلت باش تفسر لنا على رجب الاصم، احكي لنا. اي في الكوليس هي بالطبيعه على الحاجه الوحيده اللي ربحناها مع سيد الرئيس هو انه خلي نقولوا رجعنا شويه الى ميدان البحث في التاريخ، فقعدت نشوف هذا رجب الاصم اللي هو في الواقع مرجعيته الجاهليه، لانه من وقت الجاهليه كان يقال شهر رجب الاصم لانه الاذن فيه كانت صماء ولا تسمع صوت الحرب، يعني حتى بعد وقت جاء الاسلام قالوا نكملوا فيها التقاليد. شهر حرام، شهر حرام معناها. هذه الحاجه الوحيده اللي ربحناها في اصل الموضوع. بوريان استعمل كلمه انا كنت استعملها هي الفولكلور، ولكن هذه جعجعة، هذه جعجعة دستورية مؤسساتية قانونية. الرسالة تحبوا نحكيوا فيها ما فهم حتى شيء جديد قالوا الرئيس مقارنة بالخرجات متاعه، فما إضافة صغيرة على الفصل 46 من الدستور حول المستويات ما بين الرجل والمرأة، ولكن رجعوا له يا أخي وقت حكومة الياس الفخفاخ قلت له وانت يا عم المستويات ما بين الرجل والمرأة يا اخي اللي انت تحكي عليه في التعيين الوزاري، احترم الياس الفخفاخ في الحكومه الاولانيه نتاعو كل المعايير اللي انت تحكي عليها، يعني ما هي جديه العمليه الكل، مؤاخذات قد تكون في مكانها ولكن مش بهذا الشكل، مسيبه ملوحه للشعب وبهذا الاسلوب البهلواني اللي تقول انت رساله لامير البرامكه ولا الشراكسه في وقت ما نعرفش شنو. يا اخي انت هارون الرشيد، يا اخي انت علي بن ابي طالب، أنت لست أمير المؤمنين يا سيد الرئيس، أنت رئيس جمهورية، رئيس جمهورية الناس اللي صوتتك، ناس دي زانجينيور انفورماتيك يستعملوا في الميلوات، عندهم لي زابليكاسيون، ما تضيف لهم حتى شيء هالرسالة المخطوطة. تجاوزتها الأحداث، تجاوزتنا الأحداث، تجاوزنا التاريخ. هذه جعجعة سخيفة، هذه جعجعة غير خفيفة، وهذه جعجعة غير نظيفة. خلينا نقولوها، الرئيس صوتنا له على طهوريته، اوكي ما عندوش فساد مالي وماهوش قريب، هذا مفروغ منه، ولكن تواصل هاتي الوضعيه هو شكل من اشكال الفساد. هذا فساد وعبث بالدوله، والعبث فيه شكل من الفساد. هذا عبث سيدونيليزم، هذه اسمها فوضويه، باش نستعير كلمه عجبتني ياسر قالها توفيق جبالي نهار الاحد، قال هذه ماهيش فوضى خلاقه، هذه فوضى خناقة، هذه فوضى تخنق فينا كل صباح، تمنع مؤسسة الدولة من أن تخدم، تمنع الشعب التونسي باش يعرف وأنه عنده مؤسسة تخدم. وقت رئيس الجمهورية ما يحكيش مع رئيس الحكومة في نظامنا فأنه في ذلك عطالة وعبث وبالتالي فساد. نحب نذكر مرة أخرى وإحنا اليوم في مأزق، ما أنا في مأزق ولا ليه، نحب نذكر مرة أخرى من هذا المنبر المتواضع وبهذا الصوت المتواضع، السيد نور الدين طبوبي شاح ريقه ما بيناتكم، ما بين رئيس الحكومة وما بين رئيس الجمهورية، وتتحملون الزوز رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة مسؤولية إذا كان ما تمشيوش نحو وساطة، وساطة تنفعوا بها البلاد والعباد. كفانا من هذه السخافات التي لا تغني من جوع، رانا ممكن نرجعوا لهم بعد، عملنا -8.8 عمرها ما صارت من عام 1957 وأول عام وأول بيجي من استقلال تونس. هذه الآليات أنا الرئيس حبيته البارح مش يبعث رسالة، يعمل يمشي وقت ما مشيش يتكلم في القمة الإفريقية الافتراضية، وقت تحل السيت نتاع وزارة الخارجية في 2021 يسخف مخجل، معناه وين احنا بلاد تكنولوجيا لي زانجينيور انفورماتيك نتاعنا يتشريو بعشرات آلاف الدولارات، هاو الرئيس شنو نحبوك تعمل؟ ابعث ميل للعالم وقول له راهو التوانسة عن رجال ونساء ما كيفهمش، مش نبعث في رسالة مخطوطة تقول هارون الرشيد ولا عثمان بن عفان. تجاوزتها الأحداث، صوتنا الرئيس قيس سعيد لأنه فيه رمز الطهورية، الآن الرئيس قيس سعيد صار رمز العبث الدستوري وللفوضوية الخناقة، وهذا يحسب ضده وسيعود علينا بالشر. شو باش نخرجوا نعملوا مظاهرة؟ الشعب باش نخرجوا نعملوا مظاهرة ضد الرئيس ورئيس الحكومة؟ هذاك اش مازال سيتو، هذيك الخطوة الجاية. مراد سامحوني على تشنج أول مرة ترى مراد هكا اللي الدم ومش وجعتني شعيري حارقني. اي يا اخي بلادنا يا اخي بلادنا قاعدة تهرب ما بين يدينا. اش قولكم انت قلت هذه فوضى خناقه، احنا نخرجوا من هالخنقه نمشيو نتنفسوا شويه ونسمعوا شويه تفاؤل وامل.